انطيت فريق تونسي وعراقي الاولى. التميمي نفذ عند علي الكعبي. علي الكعبي عالي ستة امتار. عقيد هو اللي صعب الراس وكورته كانت ضايعة لبرا. ستة امتار قدام مرمى الشرباع. خديش. مع عزيز. أول فرصة تتاح براوي ويضيعها في الدقيقة الرابعة. دراوي يضيع الفرصة الأولى اللي تتاح للفريق الجزائري في الدقيقة الرابعة. دراوي يضيعها داخل منطقة الجزاء. هاي إعادة بطيئة من أسعد رجاء الحمام. والعتوقة خرج فكر له المنخة نتاع المرمى فكانت الخطفة ضايعة. يرجع اللعب عند الفريق الجزائري رابط وترجع هجوم معاكس عند العبيدي. عبيدي كبير هي فرصة على الفريق التونسي مجسمة في تميم. تميم كورة يضيعها في الدقيقة الخامسة. هاي إعادة بطيئة. تميم وطارق. تميم وطارق. تميم وطارق. كعبي. واخذ تباهي من علي الكعبي والشدة نتاع الترباع قوي. وخر شوية في القذفة لكن باهية. هاي إعادة للقذفة. في بقعة باهية ياسر لكن الترباع خط. ونتيجة تعادل 0-0. الفريق التونسي خذا خمسة ركنيات الدقة الثالثة والتاسعة واثناش واربعتاش وخمستاش. كمال غميد. عقيد. تميم. 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 ضربة جزاء. ضربة جزاء مجاعة حقيقية. تونسي طلع تميم من ضربة جزاء واضح. هاي إعادة من تونسي ظلام حياة ضربة جزاء ضد الفريق الجزائري. وتجيب الدقة 33. التنفيذ. وتضيع ضربة الجزاء. تضيع ضربة الجزاء يضيعها طارق. وستة امتار قدام مرمى السرباع. نعاود نشوفوها. هذا طارق. وتضرب على العارضة وتقف. تميم عطاه الكورة. ثم طارق القدام. باهية من ذويب الفارق. طارق. طارق توغل في منطقة 18 متر. ومحاولة. لعب وبالشيخ يدخل في عوض رابط. يرجع قومي ويصبح فريقنا القومي بعد ما لعب خمسة دقائق بعشر لاعبين يصبح يلعب 11 لاعب.